إذا كما العادة تحاول المحكمة دائما التشبت بواحد القرار اللي كنعتبروا احنا قرار مجانب لحقوق المتهمين، قرار لا يساهم نهائيا في المحاكمة العادلة، وهو حرمان المتهمين من المثول أمامها والإبقاء عليهم رهين القفص. الآن نحن نتساءل، ونحن طلعنا على محاكمات الإنقلابيين ضد الحسن الثاني في انقلاب الصخيرات، لم يتم التعامل معهم بهذه الطريقة. نعرف وعايشنا محاكمات الإرهابيين ديال 13 ماي، لم يتم التعامل معهم بهذه الطريقة. عشنا محاكمة قديم إيزيك اللي الناس فيها قتلت رجال الأمن وتبولت عليهم وتعلن جهارا نهارا مسألة الانفصال ورغبتها في الانفصال على الوطن الأم، ولم يتم التعامل معهم بهذه الطريقة. نتساءل كدفاع على أنه لماذا يتم حرمان موكلين المتهمين من المثول الأحرار أمام المحكمة والإدلاء بدلوهم حول ظروف اعتقالهم، حول ما يقع لهم في السجن، حول الظروف التي تقع عنهم، لماذا يتم التضييق عليهم داخل القفص الزجاجي، لماذا تم صباغة القفص الزجاجي من حرمان من أجل حرمانهم حتى من الإشارة لأهلهم والحقوقيين الحاضرين والدفاع الحاضرين معهم، لماذا هذه الممارسات؟ احنا قررنا كدفاع أننا أولا هذا قرار ديال كافة أعضاء الدفاع عن عدم الانسحاب من هذه المحاكمة، ثانيا على أن نرافع حول هذه النقطة كلما تجددت وكلما طرأت إلى حين أن يتم التراجع عنها.